مرحبا بكم من جديد في برنامج ذوق تحصل سبيسيال رمضان. اليوم معنا ضيفة أكيد تعرفوها وتحبوها برشا، عرفتوها في مكتوب وتعرفوها أستاذة في سيت كام الأمة. يا سيدة يا مادة، يدلنا ويدلكم على شهادة ضيفتنا لليوم تاع ساك بوما اليوم. يا مرام وخيتي، شمرنا يديك، نجمش تضايبنا حويجة في ذوق تحصل ولا تطلعش من جماعة أختار راسي واضرب. مالا نخليكم مع نوتخ انفيتي مرام بن عزيزة دون نوتخ كويزين ذوق تحصل. هكيكا جو سوي ليبر كوم لاير. عسلامة مرام، شنو أحوالك؟ الحمد لله. مرحبا بك في برنامج ذوق تحصل. عايشك. عسلامة إياد. عسلامة، مرحبا بكم. دبرت اليوم احنا باش نعملو كوستيان دو فوي دو بريك. دونك نتعدي ونشوف المقادير وبعد نرجع. غسيت كروسيان دو فوي دو بريك، يعني بلوات محشيه بالبتنجان والطماطم. نسحق 100 غرام طماطم، 300 غرام بتنجان، نص كعبة قارص ملح وفلفل اكحل، 2 كعبات ملصوقه. كتحكينا شويه على الغسيت هذا. اليوم باش نبداو في كروسيان دو فوي دو بريك. لو باش نعملو فيه ثلاثه حاجات مهمين. باش نعملو الكافير دو برجين ولا بوري دو برجين، باش نقصوها في الاثنين ونحطوها في الفول، باش نعملو طماط موندي، باش ناخذو الفينال نتاعنا طماط كونفيت. نبداو ساعة بالبرجين نتاعنا. اش رايك في الدبارة نتاع اليوم؟ تفضل يا مرام معايا. برهيلة برهيلة تعمل فيها برشا حاجات. ما تقولوا حاجة في دوبلي كروسيون، تحطوه في الفور، زيد مقلين نتاع زيت. دونك حطوه في الفور زيد انا مش مقلي، مش مقلي اخف، تعرفها مش معاك حاجه. لوبرجين كي باش نقصوا فما برشا يقصوا هكا الراس، دونك نديو نحيو الخضره هذيا هكا. قلتلك سكينه كوبان سي لو كوتو ماجيك. فما شكون يقص هكا ويمشي هكا وحرام نحيو هذيا. اوبس، باش تحشموني هكا باش نقول ما تعرفش. طيب انا بدي في قصه خضره باش هكا تقص هكا الاخر. ماذا يفصل شويه البتنجان هذا؟ سي بون بالذمه هذيك عطاها لي. ياخذ بتنجان قصوه في اثنين هكا. غادي سكينتي انا. لا ليه هو اختار السلعه تاعك الصعيبه. بعد نعملوا هكا. اون زاغونال. اون زاغونال اي. علاش خاطر باش نحطوه في الفول باش تدخل فيه. وبعد وبعد نرجع هكا. علاش تعمل لك هيك انت؟ هذايا باش نحطو في الفول تدخل يطيب اسهل برشا. ثم اسيوس نحب نعطيها للمشاهدين باش مي الاوبرجين ما يكحلش. ما يكحلش. اون اغوز ان تي بو افيك ان بو دو سيترون. اون بو سيترون هذاك كيف؟ دو سيترون ماجيك خاطر هو اوتوماتيك فون الاوبرجين يسوكسيد على الاخ ليبر، دونك باش ما يكحلش. تحط تعرف راسك هذايا انت ولا تعرف شوية شوية. عندك التفاح حتى الغلة راه التفاح تحبوا شيك حال باش تعمل تخت باغ اكزومبل اوفان. تحط شوية قارص. داكوغ. نحطو في الفيلم نتاعنا. حط شوية قارص. اي فوالا. شو اسيي اللي تعطيو لي اياه. خمسة وقالت لك كلها. حط شوية ملح شوية فلاكة. فوالا. انت باش تفهم بابي المينيوم باش تحطهم في الفور. علاش الفول في المنيوم؟ الفول المنيوم خاطر فما شكون يحطو طول في الفول، حط في الفول طول نجم يتحرق. يتحرق واه. هذايا لافونتاج نتاعو كي باش كيش عليه طيب على فابور والفور وميم طون. داكوغ. وقداش يقعد في الفول؟ هذايا يقعد حاجة تقريبا 40 دقيقة في الفول. 40 دقيقة. 40 دقيقة 200 دوغري. 200 دوغري. اوكي. عملنا الاتاب تاعنا اول اتاب عملناها. تو باش نعمل طومات موندي. شنو هي الطومات موندي؟ طومات موندي هي اللي باش نحيو البوم. شابو؟ لا باش نعمل شابو. لازم نعملوها بعد شابو. باش نحيو البوم نتاع الطماطم. هذيك صعيبه ياسر عندي انا. الناس كلها عندها. وهذيا اللي تبع هذيا شنو نعمل هنا؟ يفون حين البو تاع الطماطم، نجمو نعملو بعد صوص الطماط تاعنا اللي ميزون معناتها الطماط بولي. أول حاجة أي ما وقت الطماطم توا مرام تعرف نحيو
ما تنسى تاكل الفوقانيه هذه هكا نبي لك مره شويه توبليش تفتح عندو راه كبيره توبليش هذا لا واش قلاحه لا قلاحه جبلي علاش خدي هذه فيه تراب هذه فيه تراب وفيها زرع عليها تسمع كل مره اظن هذه مصغره سكينه مكبره ابدا لا سيدي بعد هوني نعملوا هكا جوست نعملوا كوما كرو انت دوبل اش فهمت وليك تعمل كره هذه ما ندخلش ياسر كره جوست ولا ابل ابل خذها فولفي لاب داكور تو شو كيما عملنا فطوك باش الطماطم لوبيراسيون فيها نحطو مسخون مسخون نغطسو الطماطم هنا حاسه قيب 30 سكوند ونحطو في الماء وغلاسون ديريكتومون دونك ديما نحضرو الماء غلاسون تاعنا قبل اشتغل تقشيره هذا هذا سيرو باش توقف الكويسون تاعها الكويسون تاعها تحط الكلاصون بعد ايوا يلا حط كابي كابا فوالا ما تخافش منهم مشاكل تو راس حدا 30 واحد 2 3 شوي بيت 30 ثواني قلت تحت 30 خلينا نحسب هلا وبعد باش نحي لها قشره تاعها يفوتات فاتت 25 26 27 28 30 30 30 سكون سايي باسي هذه لوبيراسيون كون ابيل بور موندي الطوماط بون في لابو هكاك القشره البوم تاعها تتنحى فاسيلمون فاسيلمون فوالا تنحي هنايا دونك مش مهم خدمتها في الفور باش تحرق والبوم تاعها باش تحرق بعد فوالا بتفي مغرومه بالكوشينه انت سافا توني خطرت على الوقت نعم ديما تخدم السكينه صغيره عفاش شوف واش بوفي زعما تنحى هكا داكوغ هذا 30 سكوند هكا هاو ديجا واش بوفي تاعها مثلا فوكو جاكسيليري انا جو بريفير الطوماط هكا خير من نشريهم حاضرين وذي نزل ما تفكرش انها تم تيل توا سيف نحيه ولا نحطوه في السلطه معناها تبدا بن وقت الطماطم في السلطه وقت الطماطم واللي يحب يكنجلها نجم يكنجل اي خمسي ما يتكنجلش الطماطم كنجل مش كنجل طماطم زايده اي تكنجل الطماطم والفلفل اللي بوش الفلفل الطماطم كيف الكنجله تعملها صوص هذاك الكنجل اي اي فوالا انتم عليها طماطم هكا زايده فوالا دونك صوص فلي بس مزيان هذيك بس كيك سيرني حطها كعتون فوالا بعد اثنين بعد نحيو هذايا قاعد تعلم جي توا تمشي بارتي هذيك صغيرة بعد تمشي البارتي الكبير بالعكس تاعها جو فيغ ما فاسون جو فيغ ما فاسون كيما في الدار كي نقص هذيك فوالا زاد قصتها نسرق السكينه قدام سي بون تاع كمالته كورس كونتر لا مونتر ماراثون تمشي هكا ديما نمشيو بارتي نموني العرق نتاعها هكا تمشي هكا اوكي خصو بالسكينه نمشيو هكا السكينه تمشي هكا مش تمشيو هكا هذه طايشه؟ لا مش طايشه ولا جنبي صوص كيما نحب داكوغ توا ناخذ البلاك نتاعنا نتاع الفول هذايا اخف بيان سور ليجي ناخذوا حاجه باش نحطوها في الفول كيما غانكان كراتان ولا بلاك كبيره حطيت بابي سوفيريزي في الفول باش ما يتسخش داكوغ بعد نحط الماتم نتاعنا تحطها على راس الفاس نتاعك داكوغ حط كل زيج هكا بحط حط هو ضرب الملح لكن حطوا شويه شويه عشاب تو نحب نحط شويه كرير شويه زعتر زعفين سورتو نحطوا ملح ما نحبش يخرج ماء تاع الطماطم ديكورجينا هذه الطماطم فما شكون يحطها باش تبدا الطماط معناها كونفيت يحطها 60 دوغري في الفور حتى في ساعه ونص ولا ساعتين من زمان انا هوني مانيش نقعد في الكوجينه حاطين كذا سويه ولا ساعتين من زمان نقعد في الكوجينه كنا الحل باش نحطوا الفور 150 دوغري ونحطوها مثلا نص ساعه ربع ساعه حاجه باش تبدا ما تشيح شويه باش تعطي النكهه نتاعها
وذي هذي نجم يفهموا الطماط نجم بعد نخبيها نستكواها ما ذا شو بس هي ما شو ما شو شوي زي. دقات. ça se conserve pour longtemps. d'accord. Voilà. Donc, 40 minutes, c'est ça? نحوني باش تخرج الفابور هكا وبعد على يديك ولا ما تحرقش ديما فهمش نحل هكا بعد تجي الفابور في يديك تو كيفاش كي عطينا المفعول نتاع الالومنيوم جات مروبه شويه خاطر عرقت في وسط الالومنيوم فوالا واش ما تشيحش تو ناخذو القرفة نتاعنا نعملو باش تجبد الشيغ نتاعها بشوية وبعد واش تعمل باش ترحيها؟ لا باش نحيوها من بعد اون بيوري اون بيوري داكوغ حلوة الميثود هذايا هكا تجبد الشيخ فاسيلمون كيف تاخذ بلاص منا تجبد هكا باش ما تحرقش شوية اوانا فوالا تجبد بلاص مليح هاي تو دانكو يعطيك الصحة مرة اون لا بخون تحب تعمل انت حتى نوح لا تعبت سيك هاو لا توا كمان عندنا هذايا نحيوها في روم كوب كي نحيوها نزيدوها شويه شويه زيت نحبوا الثوم نحاولوا نحطوا زيت كها زيت كها وزيت شويه ملح شويه ملح ومن بعد كي احنا بنزيد باش نعملوها ونجم نعمل كونتيتي كبيره معينه نحيوها نخليو شويه في الجدار وقت باش نستعمل وقت نحط الثوم خد ثوم سبان كونسيرفاتور نحط حاجة في الثوم معناتها تقعد ثلاثة أيام ولا نهارين تقعد نهار عندك ملح في الثوم معناتها يكونسيرف مش كل ملح سي با كونسيرفاتور الثوم مش الملح الثوم كي نحطوا فيها الثوم كيما نقولوا مثلا باش تقعد ثلاثة أيام تولي تقعد نهار حتى الثوم حتى الثوم داكور كي باش نحطوا الثوم كي باش نعملوا كمية معينة كبيرة بقدام نحطوا الثوم نحطوا وقت باش نهار باش نستعملوها نهار باش نستعملوها داكور وين نحطوا لاباري نتاعنا داكور نحطوها في أباري سو بان كوف تاع مولينكس نزيدوها شوية زيت فوالا نزيدوها شوية زيت الملح فلاك نحطوه بعد باش نكملوا الحينة الأوبرجين نتاعنا Voilà. Aïe, hadi hon. Je vous laisse faire. ça a l'air bon. Oui. Aïe, ça va. Falgo, t'as l'origine de piano. Voilà. ça y est. Amélie, c'est la lettre. Purée. Vraiment, purée, purée. Purée. Voilà. C'est bon? Qui m'a chauffé? Moi, comme les couleurs, je suis là. Amène la barge. فينيسيون عليك فينيسيون عليك ديما كي مش فرغوا مثل ديما نسموا لي ماريز معناها ماريز يلحس نقولوا يلحس سينو يقشرها غادي سي سا توتافي جا عندنا الكافيار نتاعنا هذا كافيار دوبرجين بتنجان فوالا تو عملنا البويري نتاعنا نتاع لوبرجين تو انا الطب نتاعنا حاضر كما قلت لكم راه عملت الميثود هذايا عملناها باش نعملوا معناتها حاجه معناتها نتاع دار نتاع فيسا فيسا اللي حب يعمل معناتها التومات باش يقول الغدا باش يقولوا علاش ماشي طومات كونفيت شويه نص ساعه وساعه انا جابوهم تو راه عملنا هذه حاجه نتاع دار
هذا باش نضغطوا بلوز او موان البوت برانسيبال تاعنا. عطونا ساعة من الزمان نشوف شو اسمه هنا. نشوف هنا. تم جاري الفحم تاعي. ما يعنيش انا. اما ماهيش لاصقة. لاصقة. لاصقة تاعها. تحطوا كثير ريش. كيفاش تبدا معناها. احنا مازال نبداو ندهنوا في منسوقات فرينا وزبدة وفالينا باش ما تلصقش شوف شوف زادة. فابي سوبريزي تري براتيك. عندنا الطماطم تاعنا حاضر في لوبرجين بقى باش نقصوا شوية الفرماج نقصوا الحمص نفس الشيء. قلت لي قداش تقعد هذيك توماس؟ الكونسرفاسيون تاعها هذه تو يفا بردت نحطوها في قاع هكا نحطوها مع الزيت تقعد حتى جا بالزيت بالزيت زيت زيتون زيت زيتونه دونك سا كونسيرف يسمن وما نحطوش ما غير ثوم داكور داكور شنو نعرف فاست الثوم انا اي تو باش تقص معايا كيما الصوص نتاع المقرونه تو باش نعمل تو باش نقص هذوما نقصهم اون لامين هكا هذه بيون سيشي بيون سيشي داكور واللي يحب يحط بعض سلامية ولا حاجة من حب يحبه. هذا تخص بقديد بالقلب. يحرس سكينة صغيرة. جولي أنفان بيكي. فوالا. طبعا تخص شوف الفرماج تاعنا كيف. هكا. وباتوني. باتوني. هذوم شنو نعملهم هذايا فاخس هذايا هذايا فاخس نتاع الكروسون دو بريك نتاعنا لا مسوقة باه فوالا هذاك تو نخدم هذايا فرماج بيان سيشي في المسوقة ما كنتش نعملها قبل انا هذي وفي الفكرة باش نحن نحيو البريك معناها الفكرة نتاعنا بنحيو البريك وخلال هذاك طبعا تو باش نعملو دوريرو نتاعنا هي جون دوف اه ما كاين لا تعمل اه جوست الاصفر ها وناخذ ديما بريفي بانسو الخدمه تبدا تبدا اسهل معنا شو باش تعمل انت هذه باش نعمل فيها تو الدورين تاع في دورين تو بعد 8 دقائق باش نحيو الفرن انا نشوف الكراسون تاعو كيفاش بابا حاجه باش نقول لك نحلوا الفور مباشره بعد تحل الفور هكا نحلوا الفور كله هكا باش نجبدوا اليز سورتو كي باش نجبد حاجه اللوت تو نعمل هكا وهذه خليها هكا ويش بدوني ما يتحرقوني فيه دونك هات اللوت الكل دي نجد من فوق واحد واحد مزروف في رمضان كل ما عاد يحرق روح هوني خدينا هوني خدينا شوية ساتا ساتا انا نحطو فيها الطماطم الخفيت نتاعي اللي عملناها مقبليك هاي خلت ام تي بوكي خلت ام تي بوكي هكا عملنا تي ديكوراسيون هوني عصحن هاي نحط لاموتي ها اه 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 On est collé. Pardon, préférence, qu'on s'en deux à grand bisou. Ah, d'accord. L'odeur. C'est à toi, grand bisou. Voilà. Il y a ta. Voilà, là, je vais vous faire la caméra. Je suis allé sur la ligne, et puis je vais vous faire la caméra en bas de ta chambre. Oui, regardez, là, je vais vous faire. ما تبيها كيكة منها زوز هكا واحدة للسحور زادة تتسحر مالح انت اي حتى انا ساعات نسحر مالح وحلو زوز قرايين عند 10 اكزاكتومون يبسم الحلو هذاك الله يعطيك الصحة شخولك سبقها روحك شخولك في العملية يعطيك الصحة الله يعطيكم الصحة زوز سي اون غوسيت تخي سبيسيال وسهلة اون بلوس ديفيرونت très différente ou celle-là. Celle-là, bien sûr. Ou l'autre, je veux dire, après la soirée, on a mené matin. Yo, moi, je m'attends. T'as mon nom, le coup de gueule, n'a rien fait. Madame, je suis plus content de te voir. Madame, tu as tout faux. Madame, tu as tout faux. Voilà. Ou fait le four, t'as tiré le four. Elle est aussi croustillante. Moi, je crois que ma taquine est calée. Ou à chaque fois, maman, tu que ça a. Tu que ça a chef. J'ai hâte de goûter en tout cas. Ou que tu as chacun le fat. Je dis, n'a rien encore. Et voilà.
كون هكا احنا كملنا حلقتنا. ان شاء الله دبارتنا اليوم عجبتكم، هي دبارت مرام اليوم حابه تتعلم من الوصفه هذيا. يعطيك الصحه شيف اياد، ميرسي بوكو بور سيت روسيت. نكونوا هكا نقول لكم شيه طيبه الناس الكل، شيه طيبه مرام، شيه طيبه اياد. نتلاقاو في حلقه اخرى في برنامج ذوق تحصل على قناه تونسنا. ميرسي.